شوف أنا صراحة في أشياء في قلبي لازم أقولها. أجمل أمسية، أجمل حضور هنا إلى كأس خادم الحرمين الشريفين. كل واحد وعقله وفكره وأموره يا بلاش، لكن هذا في شيء في علم الغيب. ما تدري. لا إن شاء الله ما تحسف. لا مو آخر الكلام. إذن مشاهدين الكرام، اندفاعا بأحلام خلق الله على كأس الملك. وين الحصان اللي يورخ مكسبه إلى كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؟ مشاهدين الكرام، الزحف من الخارج، هنا تبدأ الإثارة، هنا تبدأ النديا، هنا ملكين مراكز يبدأ. مشاهدين الكرام من الخارج، شلون تكون أنت؟ أعتقد يعني أنا ممكن كلامي هذا كبير شوي، لكن شلون تكون مثل ما أنت؟ تشوفون بعينكم اليوم. شلون تكون أحسن من ما أنت؟ هذه إن شاء الله حسب ما سمعت إن شاء الله راح يكون في تغيير. شلون تكون؟ والله ما أدري. سؤال أصعب من جواب يا كريم، صح؟ إيه. ولا جواب أسهل من ما أنت تشوف؟ زين أنت فكرت. كل شيء مهم. خلني بقول لك بس، شوف، حتى المو مهم في له وجه، بتتفاجأ شلون يكون. لا ما اتوقع زعلان، لا ما اتوقع زعلان. الحياة يا يقضي علينا ولا نقضي عليك. نجاح وفشل ما راح نغير ولا راح نتفلسف فيه كثير، واللي بينهم انت. معك حق اذا عرفت انك موجود. بس اقول لك شيء اليوم. من انت؟ مزاجي. ومن تكون؟ لهم حرية الخيار يعني أبد. وشلون تكون أحسن من اللي الناس يشوفون؟ فتحت مشاهدين الكرام الأبواب واندفعت الأماني والطموحات. شنو سوى؟ 95% من الخطط اللي بالبلايين. كل الأسبوع جعاء نوزع الدعوات على حدا غير اليوم البودر حق. هنا المنعطف الأخير، هنا يا ملاك تحركت اللش. مشاهدين الكرام، لا مو صحيح، ما أتوقع. لأني فإحنا حنقدم شخص آخر. كل ما جاب يطلع علي داخل لف عليه، طلع برا لف عليه، شغلته بس حد مدى عند اللجنة تشوف ولا ما تشوف. هذه أول شيء شفناه، أول شيء سمعناه، بس متى خربت؟ ما ننطق ليه وصل؟ هو حده والله اللي في يميني صار ثلاث مرات دعم علني قدامك، عينك ومصينا انت، هذا اللي يطوفك. يحتاج نشوف؟ بينا ما يحتاج شوف، الحين اذا السباك شوف مبين اصلا. ثلاث مرات اقول لك، لا جاب يدخل من داخل صدمه، جاب يطلع من برا صدمه. نرجع حق الشوط، بدايتها كان قرار ولا
بنت غالية الخالدية إلى المرتبة الثانية وصدارة هذا الشوط لمتحد الخالدية مع جبر تراموس بشعر بندر الحثلين بجواره بطاش الخالدية. هذا كان قرار ولا انقضاض لجوديس فيلانتوس في المرتبة الثالثة. هنا علي الميموني يبحث عن المسار وعبر المسار الخارجي. هذه شفتوا علي شلون كان بيروح وايدي ما عطاه فرصة وكان قرار علي. نجد الخالدية يتقدم ابن ليث الخالدية رباعي المقدمة والصدارة. جلامير بشعر رايد العنزي في ثالث المراكز الدخول في صلب المنافسة. شفتوا اللي شفته؟ علي كان قرار انه يروح للمسار الداخلي وبعد ايدي مو مخلي حقه مجال ورجع علي حق قراره الاول. وما اعرف اذا هو غلط من علي او ايدي متعمد او بس تعرفون انا احب اسمع كل الاطراف. يصير بعد ما شفنا نسمع ونحكم. هذا علي موجود اسمه تنتبه من خيل خالدية مو اول مره معاك لا تشوفه بس انا خيال جاي سوري. طيب هم ما كسبوا الشوط شو الفايده؟ حقون حصانهم يجي بطاش مو اول مره. انا كنت شاركت عندهم بخالدية طلعوني من الدربزين للدربزين صح. قسمت له وقلت له علي قبل الشوط قلت علي انتبه من خيال خالدية انتبه خيالته خالدية يحدونك ترى بيطلع واحد قدامك بيحدك. روسيا هذه ما مشاها يقول ايدي كاسترو مع الفرس راح يمين حدين احد ولا شيء لا لا ابدا هذا ما مشى فرسي وفرست تروح يمين يسار عادي ما مشى فرس عادي لا حديته ولا شيء بس كنا لف عليه ايدي كاسترو لا لف ولا سواله ولا شيء. شفت الشوط انت؟ اي شفت الشوط انت وانا شفت بس ممكن نسمع اكثر. ايدي قالته إذا قال ما فرس نوم بعد قدر حكم شغل خيال ما أقدر أحج خيال في لجنة ما صادق هو حدينا هنا وفي الخالدية كلها حدينا فيه ما شاء الله عليه يعني ولا أدر البني تمسيح الصبورة واللجنة الحين ما قالت شيء قال نطلبك الحين نشوف عدل والله بس حش ينفعنا شو ينفعنا ما ينفعنا ولا شيء ممكن نطلع لك شيء ممكن نسمع أكثر. ودي في لاتس اليوم ما ضره نحد أبدا أنا فرسي ثاني مركب لها في حياتها كلها. طيب ثاني مركز لها هل في حياتها كلها ضرر اليوم انضرت منها ولا ايش دخلني فيها ثاني مره شوف الخيار راسه خيار قبل الشوط هي اللي انضرت ايه انضرت ما ضرت اليوم الجوكي يقول نازل الفرس تروق يمين ويسار نصبا عليها مدربين علموا الفرس. اما والله انك تقول لي انا حديتك ليه احدك عشان والله ايش والله يقول حد وش بيني وبينك عشان احدك. اوكي الفرس غشيم قلنا غشيم امشي انا غشيم اول ضربه اول ضربه قلنا غشيم الفرس. الضربة الثانية وين رايح والثالثة وين رايح انت مو عميت على حصاننا على المجموع اللي وراك كلها. انت شوف يوم دخلت دغري الخيل كانت صفطت وبغيت تحول انت وجه اللجنة اذا مشتك في اللجنة انا اطلع للجنة ما في شيء في اللجنة هذا ما اتوقع اللجنة قالت تنظر القرار خلاص انت خلينا نشوف اللجنة ايش تقول. يصير نسمع القرار جانا وقلنا ورينا على الشريط وشفنا الشريط وعدنا مرة اكثر مشاهد واكثر من زاوية وقلنا لك مالك ما فيها أي حاجة تعتبر الحالة ما فيها شيء ما فيها شيء خالص هذه اللي سمعناه بس علي دخل دخلت دخلت حال طيب شفت ال شفناه جخيات ثاني جابوه ما جابوه ليش ما جابوه يتكسره سولف أنا والأجنبي مع منصور فجأة جانا مخدم الصلاة تعودت المغرب جانا ما فيها شيء ما في شيء خاص في الموضوع أنت ما شفت شيء ما في شيء خلنا نشوف الفيديو أكيد بتشكى بس قرار اللجنة؟ قرار اللجنة ما فيها شيء ولا حاجة. النادي كله شايف مو واحد مدربين جوني يا منصور اشتك مدربين. طيب رحت اللجنة؟ رحت اللجنة. شو قال؟ ما في شيء. خل علي الخيالة وراه أربعة كلهم مشتكين عليه. أربعة في الشوط. أصيل نايف منو بعد؟ كاميليو جار راعي الحصان قال اشتك قال لا ما اشتكي سكر هنا. هو السبب كله. أربعة خيالة. أربعة خيالة. علي أصيل كاميليو نايف. أنت وأنا شفنا. وسمعنا بس صح لي لا يا رجل اذا خصيمك القاضي ما انت غاضب خلاص هو ما دام هو اللي هناك يريد يحكم هناك بيحكمني على خير بعد بعدين شلون انا اللجنه ابوقف خيال الخالدية وانا بعد اسبوعين بجي عندهم بالمسابقه عندهم وانا اللي احكم لهم يعني احنا ما ندخل بالذمه بس اذا كانت اللجنه هني وهناك بينفتح ألف سؤال. اللجنه نفسها بالخالدية انت تسوي مشكله الحين داخل النادي وين تقدر لو اني انا مكان حصان الخالدية هل يصير في شيء ولا ما يصير في شيء؟ ممكن توقف انا مو بس علي وانا اتوقف ممكن بس اللجنة
حتى ما طلبت الخيال الثاني، الخيال انا كلمته ايدي كاسترو. واذا كانت اللجنه ما استدعت ايدي صدق راح ينفتح ألف سؤال. انا توقعاتي تحليلي يغلب اي واحد بالشوط ولا يغلب حصاننا، انا تحليلي لان خيالها بتروح بالريت. الحين المصنف نفسه هو اللي صنف الخالديوس. واذا كان المصنف هني وهناك الحين عاد دور المصنف، المصنف في زمان العوزنا ينزل ريتك. اكيد بنزلنا، اكيد بنزلنا، احنا صار لنا الحين شهر نرتب الشوط هذا وتعبانين احنا كل هالفتره عشان السباق هذا، واخرتها سبب خيال يقول استهتار خيال يضيع لنا الشوط كله. ما تفرق انا عندي اصلا لا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، انا اذا ما جاء اول ما تفرق عندي. اي ما تفرق عندي. خطتك الحين ما بدي ترفع ريتك قبل عبية؟ ما بقول له شو اسبوعين، وين ارفع ريتك؟ وين ارفع ريتك؟ انظلم حصاني ظلم كبير اليوم، انظلم ظلم كبير. وكنت هاقي 90% بعد الله انه يكسب. يعني لو انه خسر، لو انه خسر خساره عاديه وظروف سباق عادي ما فيها شيء، انا عادي، انا ما عندي اي مشكله. بس تخسر تنحد؟ تخسر وتنظلم، مو تنحد، تنظلم بعد الشوط. ما اعتقد، الله يبارك اللي كسب، احنا ما نتكلم على اللي كسب، الله يبارك له وعقبال ان شاء الله النهائي. اروح خالديه؟ يعوضونك يرفعون ريتك. لا ممكن ماشي ميزان. موفق لك حال. شفته وسمعته، ممكن صح وممكن لا، بس ذي الموضوع بيخلينا نرجع نفتح تضارب المصالح. واكيد ما بحكم لين اسال. وبعد كل ذي الكلام برنس عامر ترى عليه مواضيع لحين واقفه. وليش؟ ولا ما قال شيء؟ انت بخاص؟ لا لا ما قال شيء. ما قالك شيء؟ لا. حلو، كان اطبق النظام. كل شيء بوقته، واليوم مبروك لبرنس عامر بعد كل هالكلام. ولا برنس عامر على خط النهايه. الملك يعني ما بنعطي حق أحد عذر، الكل مخطط والكل مستعد، لكن الكل مخطط صح؟ الكل مستعد صح؟ هذا اللي بشوفه اليوم. بس بنقول هالنسخة صعب؟ كل نسخة بتصير أصعب من النسخة اللي قبلها، لأن الخيل متقاربة، متقاربة المستوى وكلها خيل زينة يعني، وما حد دخل هالكاس إلا هو متأهل سواء بالريت أو بالنتائج الزينة. الفترة اللي قبل ديك الأيام قوة ديك السنين اللي قبل كان إلا دخل الشوط ثلاثة أربع روسي مشاركات والباقي يعني تلقاهن أربع ثلاث روس مرشحات وبس، أو الترشيح الواحد وياخذ الشوط. الحين لا، من الموسم هذا بالذات من كاس محمد وحنا ما ندري من اللي يكسب، ولي العهد ما ندري من اللي بيكسب. يعني في تقارب بالخيل وفي تقارب بالمستويات وكذا أزين وأمتع. بنشوف من اليوم، بنركز على من. قبل ذي أكيد بيعرف ليش انسحب مبطن. زين الحين مبطن مو موجود عشان باجرة موجودة، حلو؟ بس باجرة كانت أصلا موجودة السبب أو لا مش السبب، باجرة ما شاء الله عليها فرس زينة تفضل المسافة هذه الألفين. يعني الحين ما تحسفتوا أن مبطن طلع؟ لا إن شاء الله ما تحسف، إن شاء الله ما تحسف، إحنا نأدي المجهود اللي علينا واللي نعتقد أنه مناسب ونسأل الله التوفيق. بس أنتم ما سحبتوا لأن باجرة أفضل صح؟ ليش اذا انها اذا مبطن افضل ليش نسحب مبطن؟ علشان الفوز يدخل. تمنينا انه يشارك صراحه، تمني انا من الناس اللي تمنيت بعد انه يشارك يحترس، بس الريت ما كان مناسب، معنا ركض على مسافه ال 2000 وقت الحمد لله كان ممتاز، اطوال بعيده، لكن ان شاء الله بوجود الامير بندر بن خالد واعضاء مجلس اداره النادي ان شاء الله حسب ما سمعت ان شاء الله راح يكون في تغيير الموسم القادم، تغيير المصنف في ترتيب ثاني. لان مثلا اذا هاي انت تقول لي فاز بهالكثر اطوال وعطوريت 83 في حين ان احنا نشوف انه يعني في خيل ثاني تفوز بنفس الطريقه، ولكن ارجوك يا اختي يرتفع الريت فيها. انا ما احب اتكلم لا انا اتكلم مو انت،
قبل التغيير مهم يندرس موضوع التصنيف وكل المشاكل اللي فيه، مهم نسمع من كل الأطراف، مهم الكل يعرف ليش ارتفع وليش نزل وبعدها أي وقت التغيير، وغير باجرة ومبطن شنو صار؟ سحب الأول والثاني قبل لا ينقفل الباب التسجيل بخمس دقائق. ولا عرفته؟ ما حد بلغ. حرام. أنا لو واحد بلغنا كان سحبنا حتى من عصايب. عصايب اليوم لو موجودة على بيس الشوط اللي أنا متوقعه يمكن تكسب. عصايب كانت خطيرة. جداً جداً. لكن سويت شيء خطير ذاك المرة. اللي ما كنت بحسبه. اللي ما كنت بحسبه. ان شاء الله خير، بس لا صدق مفروض كان يعني يخبرونكم، هم عاده السيستم هني ما يخبرون. لا هنا يقول لك تابع الموقع. طب انت الساعه 10 تكفي، اذا انسحبت قبلها خمس دقائق شلون تعرف؟ الموقع ما تحدثت ولا يطرشون لكم نوتيفيكيشنز ان اشعار او شيء. ولا شيء، احنا الموقع تحدث عندي انا شفته الساعه 10:28 دقيقه يا شالح، قال والله الباب قفل. يوم دقيت عليه اسحب قال لي طال عمرك الباب قفل. باب العصايب ما قدرت تدخل مثلها مثل يحترز، بس آخر لحظة بتفرق بالكاس، بتخلينا نشوف أسماء عن أسماء لكم الجواب. إذن مشاهدين الكرام، اندفاع بأحلام خلق الله على كاس الملك، وين الحصان اللي يورخ مكسبه إلى كاس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز على مسافة الميل وربع الميل $400,000. تبدأ الأسماء القوية. اليوم مهمتك تعرف ليش صعبة؟ إن شاء الله ما تكون صعبة، دعون من الله ما بس حقك، لأنك بعت المبير. ليش بعت المبير؟ بعت المبير على واحد غالي عندنا وما طلع من حاجتنا. هذا مالك، والمالك هذا خذ بيرك سلمان، ونرجو إن شاء الله أنه يأخذ كأس الملك سلمان. هو كان يبي المبير ولا أنت قلت له؟ لا 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 لا، هو اللي فيه البركة وهو اللي يبي المبير وكل شيء. نعم. اليوم حمد أوكي، برجع وبقول لك المبير روانا مستوى، لكن منافسين اليوم مو بس صعبين، اليوم ما بيحلونا في حال. نعم منافسين صعبين وقويين، ونرجو من الله سبحانه إن الله يأخذ بيدنا ويدلنا الدرب الصحيح، إن الله يدله الدرب الصحيح ويمشي معه. اليوم خيل وايدة منافسة، أنت ما تدري الرأس واحد معك، ما تدري من تنافس فلان أو الحصان الفلاني أو الحصان الفلاني أو الحصان الفلاني. عندنا حوالي 4 رؤوس كلها منافسة لنا. نجابة العز إيه؟ تحس إنها هي بتنافس. نعم نجابة العز بتنافس. نجابة ما تغفل، نجابة ما تغفل، وأنا يعني من الناس اللي أرشحها للأمانة، يعني كنا نسولف فيها، أنا أقول إذا في خطر فهو من نجابة العز. خيل قوية، خيل جروبات، خيل جروبات. اليوم ما حق حق نجابة، اليوم ما حق كل حصان مشارك في الشوط ذا ما حق له. كاس ملك، هذا شوط كاس ملك وشوط ناري، هذا ديربي صح. والله ديربي. نقول الديربي يروح نجابة العز إن شاء الله. والله كل واحد مشارك متوقع أنه هو الأول. لا في ناس والله ما توقعوا، ناس يمكن يبون الميزان. والله ما أنا جاي ندور الميزان، جاي ندور الأول. تنافس وتجي من وراء نجابة العز. نعم. جوهر الناريز تعطي فرصة ولا لا؟ ونعطي فرصة، ليش ما يأخذ فرصة؟ هو من الناس المرشحين. جوهر الناريز بطل مهيب، بس ما أتوقع أن المسافة بتكون في صالح. مسافة ممكن يتغلب على المسافة وما راح يقدر. ما ندري، هذا اللي هو أنا أقول لك، اللي هو الصعب إنك فيها أبطال، صعب إنك ترشحها بسبب المسافة. الحين السيناريو مش مثل العام. بإذن الله، إحنا ما شوف ما حد يجي يقولك بيكسب ولا كذا، ما نقول يا رب. أكيد بس يجي أحد ممكن هاقي. والله ما كل اللي سجلوا في الشوط هاقين. He's the one to beat الهبرزي or someone else. No, he's the strong horse in the race. You know, I think he's the favorite right now. So الهبرزي then جوهر الناريز. أنا أركب جوهر الناريز. ممكن هو أركب البرز، أنا أركب جوهر الناريز. ما في مشكلة. تركب جوهر الناريز. ما مشكلة. في تشانس. اليوم أوكي الهبرزي بيمشي بنفس خطة السباق، بس اليوم المنافسين اللي موجودين وياه. بس قلنا بس إنه يحاول إنه ما يتأخر زيادة بس. أنت المنافسين كلهم يمشون، كلهم يمشون قريب اللي هم أوكو بأمر الله. أوكو بأمر الله. المبير لا قالوا شوي اليوم يمكن يخلونه ينتظر، ما يخلونه وايد. أكيد لازم، سباق الماضي الطين وسباق هذا غير يعني. بالضبط. إن شاء الله التوفيق، الله يوفقك يا رب العالمين. الهبرز اليوم رقم واحد. بإذن الله يكون رقم واحد. بإذن الله عز وجل. بس إذا أنا بقارن بين الهبرزي وبين
جوهر النوريز اختار من؟ عقلا عقلا جوهر الهبرزي جوهر النوريز ما ركض ركض 1800 جرب في كاس وزارة العدل. اوكي عقليا بختار الهبرزي حلو؟ شنو اقدر اقول عن بس اوكو؟ بس الان الخير اللي ما ركضت المسافه هذه جميع الخير هذه عليه علامه استفهام. مو اغلب الخير ترى اول مره تشارك في هاي المسافه. بس بنخاف من جوهر النوريز انه ما يدعس 2000. لا ان شاء الله انه بيدعسها ان شاء الله. يدعسها اليوم؟ ان شاء الله ان شاء الله. هو على اوكو على كم راس؟ اوكو زين. حالته زينه في البادوك. الحمد لله. حصان حاضر. ان شاء الله. كنا نخاف منه شوي من السحاب اللي طاف انه كان فيه زكمه وكحه شوي. صحيح. جاء وعكه بسيطه ولعلها خيره يعني. كان ياخذ منه 1006 الحمد لله. يعني اموره طيبه نرتاح. اموره طيبه ما عنده عذر. مرتاح من اوكل الحين ما عنده عذر. ما عنده عذر مره اليوم ما سواه ما عنده عذر ابدا يمكن بس يعني عذر المسافه. عذر المسافه ما عنده عذر ما اشوف انا كل الخيل اللي معاه سواه سيارة. ما في خيل معاه في الشوط اقول يمكن يدعس 2000 مرتاح. كلها كويسه اللي ما ندري وش يسوي. ايه لكن شعبه اوكل اليوم هي اللي بتحكم عليك. والله شعبته ما راح نغير ولا راح نتفلسف فيه كثير. يعني يمشي رابع خامس ان شاء الله. ان شاء الله يعني هو المبيد برا هي اللخبطه يعني اللي من اللي بياخذ استياج ما الله يستر عليه خليه ياخذ ما عندنا مشكله احنا بس يا اخي خوفك ال 200 متر الاولى يضغطوا بعض يضغطون بعض لانه اي لانه هو الان توقع الحين يقولون انت من اوكو يسارك وهذا يمينك فنفس نفس السيناريو نفس كل احد عندنا نفس السيناريو الحين تقول شوف المبير يمينك نفس السيناريو كلهم نفس السيناريو فالله يوفق واللي بيخوفنا بعد من اوكو ال 200 متر الاولى وال 200 متر الاخيره هل بيكملها ولا لا؟ يعني بنسأل المبير يطلع ولا أوكو ولا؟ متبشر مع أخوانه هذه اللي بتطلع هذا بينتظر. تبدأ الأسماء المتنافسة عبر المسار الداخلي في هذه الأثناء أمتع يقودهم إلى المركز الأول أوكو عبر المسار الخارجي نجم العناية في المرتبة الثالثة جوهر النريز في المرتبة الثانية مقاسمة مع بقية الأسماء المشاركة متبشر أيضا مع مقدمة الأسماء إلى المركز الأول يقودهم في صدارة هذا الشوط إلى المرتبة الثانية هنا أيضا حضور لجوهر النريز وكذلك إفنت وبقية الأسماء نجابة العز وكذلك نجم العناية الأسماء المتقاتلة الطيران إلى كاس سلمان هنا نجم العناية في المرتبة الثانية أوكو من المسار الخارجي وكذلك ظاهر أشياء كثير بس يعني فيها خذوا فرصتهم شوي. اوكي اليوم فرصه الابيض ما عندك شك من متى ننتظر؟ خلاص ان شاء الله اليوم يو اليوم يو بلاش ان شاء الله ان شاء الله صح؟ ننتظر ان شاء الله اليوم بامر الله ومتبشر ان شاء الله زين ان شاء الله انا عندي واحد ان شاء الله امتع ان شاء الله امتع لا امتع بطيء حصان بطيء حصان مبطيء عن السابق لها ممكن تقريبا شهر ونص ما ركض بالضبط وممكن ما هو معروف لان الشوط بيجي سريع وهم هم معروف ما بطير ركض مركض واحد جاء على ما اظن ثاني او ثالث حصان زين ان شاء الله بس تعرف شنو يميز امتع شوي انه هو يعني يمشي على اي مود عرفت يعني لو كان متاخر ما يهمه اذا يلا رمل ما يهمه شيء بيروح وين ما بتمشي بيروح بيض الله هي من فهمك لا بعد احسن ان شاء الله ان شاء الله بيسر الشوط صعب جدا طلال. صعب جوهر النريز اول مره الظاهر يدعس المسافه إيه؟ ما شاء الله حصان المخضوب داعسها قبل ومؤدي عليها نجابه العز ما شاء الله شوط غامض نسال الله توفيق الجميع باذن الله الهبرزي رقم واحد رقم واحد ولا بامر الله رقم واحد حسب القيت القيت لا كم الهبرزي القيت رقم واحد المفروض ما ان شاء الله اتمنى ان شاء الله اتمناها ابيض أماني. احنا نتمنى لكن الابيض لكن طول علينا الابيض ان شاء الله بيجي الابيض ومساله عوده الابيض يبي لها وقت اليوم ابدا مو مساله وقت اليوم كاس ملك غير الابيض وغير بامر الله نيوتني دربه عند بدن اي بدن عنده خير عند الابيض الله يوفقه الابيض يوفقنا احنا ان شاء الله بفيدكم بيتحكم بالشوط شوي احنا ندري كم بطاقة اكيد بس ما عندنا ترتيبه وكلهم خيلهم قويه ومنافسه أنا تقول لي عطني ثلاث أسماء ما أقدر صعبة صعبة كلها خيل نفس بعض وفي خيل ما دعست المسافة وفي خيل مفضل المسافة واحتكوا مع بعض اليوم لكن نيوتن تعتمد عليه اليوم كل اعتماد هو الورقة الوحيدة
ما عندك إلا هو. ما عندي إلا هو في هالشوط، لكن الشيء اللي أنا أملكه، لكن إذا كان أخذنا بعين الاعتبار أبناء العم المشاركين الله يحفظهم، فنعتبر كل خيلهم خيلي. عزوة. عز الله أنهم عزوة، الله يطرح فيهم البركة ويبارك لنا ولهم جميعا. آمين إن شاء الله. لما أشوف نيوتن يا أخي في الشوط تحس إنه رجال. فحل. فحل. يبي الخيل. بس أحيانا ما تضبط معه. مزاجي. 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 إحنا تعرف إحنا العادة نتيمن أسامي عزيزة علينا ونسمي الخيل عليها. أنا قلت هالمرة نبي نقلب الآية نسميه نيوتن على اللي كنا ما ندانيه في صغرنا، معادلات رياضية وغيرها. دهورنا نيوتن. لكن إن شاء الله النبي حببنا في العلم بإذن الله. إن كان سواها اليوم وإن ما سواها بنبارك الخيرة. أنا ودي أشوفه بأمر الله والهبرزي مع المبير. بإذن الله تشوفين هضرة وراء المبير، مش قدام المبير، ورا المبير الرأسين هذه بإذن الله إن شاء الله. نوز محمد عشان نثبت الكلام اللي قلناه في آخر سباق. وكذلك إفنت وجوهر الناريز مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، هنا منطقة العبور بكل الأشكال والوسائل، القوة القوة، هنا إفنت وجوهر الناريز، أوكو من المسار الخارجي، نجابة وكذلك نيوتن، 400 متر الفاصلة والأخيرة، أيضا المبير حاضر متبشر يبدأ، جوهر الناريز إلى المركز الأول، نيوتن من المسار الخارجي، المبير يبدأ التقدم، المبير إلى المركز الأول، جاكم نيوتن ونجابة، المبير المبير لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، هنا المبير ونجابة ونيوتن، المبير بكل قوة، سجلوا المبير بطل الكأس خادم الحرم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. شكرا للبحرين ولكم وللسعودية. شكرا شكرا. شنو سويت يا حمد؟ سويت؟ مو بأي كوستي يا أخي. حمد ما تعرفون نجازح؟ حمد ولا معلمة شرحها كذا؟ الله أكبر. أنا آخر نعرف عليك. حمد ونعرف المبير. خلي الناس هذول اللي يرشحون، خليهم يرشحون أحسن. يعني أنا طلبت منك قبل الشوط طلب وقلت لك اليوم لازم نثبت أن المبير بوجود هاي الأسماء بعد يقدر يفوز وفوزه في ذاك الشوط. وش قلت أنا؟ ما قلت لا. لكن في هذه إيش قلت؟ شلون عرفت حمد؟ إيش عرفت؟ شلون عرفت؟ يا أخي أنا مدرب لي 50 سنة مدرب، ما أعرف أخصامي وأعرف كيف أمشي معهم. ما يصير الحكي ذا. يعني الصراحة خفت المبير في وقت مناسب جدا. طول عمرك. يعني خفت على. الله يبارك فيك. ما أعرف شنو هاي الثقة كانت في المبير. أول شيء الحمد لله الصفقة طلعت إن شاء الله ناجحة وكلها بركات أبو محمد الليث الأبيض. الليث الأبيض الليث الأبيض صدق نسيناها. هو اللي يعني هو اللي شار عليه بالشور هذا. هو شار عليك. أكيد. صراحة شورة كان في محله، مع أنه استغربت شلون حمد صخى قلبه أنه يعطي أحل هالحصان ذي هالمبير حق أحد غير. شفت شلون؟ ويسلمك ويبارك فيك. توقعت اليوم الصراحة ياي ويعني قلبك قوي أن تشوف المبير يكرر هاي الفوز؟ نعم كنت واثق. من وين جات الثقة؟ أنا هاي شيء وايد مهم بالنسبة لي أعرفه. شوط كان جدا صعب جدا دقيق. من أداء الحصان وثقتي بالله كبيرة الحمد لله. وتوقعت الفوز من فضل الله سبحانه. ان المبير فاز في ذيك الظروف. نعم. ظروف يعني الطين والاجواء اللي كانت موجوده. نعم. هو اللي اعطانا الثقه هالكثر في المبير، ان المبير في وضع نفس وضع اليوم لا بيأدي وهو مرتاح. لازم يقدم عليهم حسب مركاضه في الوحل في المطر. لازم يتقدم عليهم. هاي كان مؤشرنا انه على اللي سواه. نعم. في ذيك الظروف. نعم. هاي اللي اليوم خلاه يكون اقوى. نعم صير أقوى وتجهيزاته أقوى وموره أقوى ويبشر بالخير. فايد اليوم أن سرعة الشوط اليوم كانت مو وايد سريعة، أقل من السريعة بشوي. من الخيل اللي ما هي بسريعة؟ كل الخيل السراع راحت قدام. ايه؟ هو يمشي معهم، بغى يمشي معهم، انتظر شوية ثالث أو رابع. ايه؟ يوم استلموا 6% مشى معهم. أنا شو
my key was trying to don't go too fast, you know, trying to do nice sections like in 14 seconds by every 200 meters. And what was that? Tell me. Yeah, again. It's like it's just 40 seconds every. Yeah, every 2 furlongs, yeah. You know, and that's how we walk at home. And I have a clock in my head. If I could do that for the first half of the race, doing 13 seconds every 2 furlongs, I thought I would have a great chance to kick from the 800. Yeah. So you agreed with them because they told me that the plan today for Al Mubir just to wait a little bit with the group and then just to kick. Yes, and I could be even handy, but I didn't want to do that because I have to use my horse too much to get across. Yeah. And they told me to play by my hands, like how I see the race, you know. Yeah. So they left, they give me a couple of thoughts of how the horse likes to be read, but I went there and I just trying to win a race and I done mountains. He proved a lot today, you proved a lot today. كل الخيل اللي قامت قدام هي المرشحة ولا يبون يخسرون السبق. يعني تتكيك المدربين ما قوموا خيل تسحب الخيل اللي وراه. صح. نعم. المدربين حاسبوا على الخيل اللي هي محسوبة إنها اللي بتكسب. أما الخيل الباقي لا. شنو كانوا يقدرون يسوون اليوم عشان يفوزون على المبير؟ الواحد عنده 3 روس 4 روس لازم يحرق السبك. ما سووا هاي. لا ما سووا شيء والحمد لله هذا من حظنا. هذا من حظنا صار السبك على كيف. يعني كان في وايد أشياء يقدرون يسوونها عشان يعني. أنا ليش أسجل 5 روس؟ ليش أسجل 3 روس؟ وش السبب؟ ودي تفسرونها أنتم يا المحللين. وش السبب؟ حتى الآن اكتشفنا ما في سبب. لا 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 لازم تعرفون في سبب. الرجل ما يسجل 3 روس 4 روس إلا عارف إن السبب. ما شفنا السبب هني. السبب الحين عندي مو مهم. وبعد المبير ما توقع لا أنا ولا أنتوا لنا خاطر نشوف أحد غير. صدق المبير بعد اللي سواه ما خلى لنا فرصة للكلام. هنا ماكينج ماريكلاس أيضا يبدأ مشاهدين الكرام الزحف من الخارج هنا تبدأ الإثارة هنا تبدأ الندية هنا تبدأ الندية هنا 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 ماكينج ماريكلاس يبدأ مشاهدين الكرام من الخارج بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز هنا المنعطف الأخير هنا المنعطف الأخير. الغريب أنه واضح من الحين إيش راح نشوف في المنعطف الأخير، وهذه صعبة اللي أحياناً مستحيل تصير. من يكون هالبطل من الأخير؟ هنا ميكي ميراكلوس صانع المعجزات صانع الانتصارات يوسع الفارق ويبتعد بشعار سمو الأمير سعود بن سلمان. هنا المطاردة تأتي مشاهدين الكرام من دريفيو أيضاً للمطارد. يجوز نسميها مطاردة؟ يجوز نقول انه نافس اذا كنا بنقارن مستويات. والله ما صار عنده 800 صك 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 الحمد لله. حدهم شوي؟ لا ما حد حده يا ابوي وما لقى طريق. يا ابوي وما لقى طريق. وهل لو لقى طريق كنا بنشوف شيء يمكن غير؟ ولا دريفو مع عادل غير؟ شوف انا ما شفته اللي عليه عبد الله العوف. انت ليش مو مع دريفو اصلا؟ أنا دريفو أول شيء آخر سباق ما عجبني دريفو يوم بكأس الملك سعود آخر سباق ما عجبني دريفو يوم بكأس الملك سعود فيك من أفضل الخيال هنا من أشد المعجبين فيه لكن برضو العوفي خيال فما أعتقد أنه بتأثر يعني ذاك التأثير ولا عادل بطل وكل يتمنى أنه يركب حصانه زعلتوا مني عشان تصريح على خير لا 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 فكان اختيارك كان اختياري أكيد تصريحه وش مصرحهم دريفو أنت اخترت ما تكون معه الله الله مرتجح هم ما اختاروا أنه ما يكون ما تكون أنت معه صح مرتجح ما أكلمنا هو لكن عادي شيء عادي يصير أنا ماني مرتبط مع الاسطبل والاسطبل مو مرتبط معي فلهم حرية الخيار يعني أبد والله يا طويل العمر عادل لحيتنا غالبا ولو صرت عليه ركب دريفو بس أنا خليت على هواه بس يعني هم مو زعلانين عشان آخر كلام قلت عن مرتجع لا ما أتوقع زعلانين قل لي صدق لا ما أتوقع زعلانين لا لا ما أتوقع زعلانين يعني ممكن ما في دخان من غير نار لا مو صحيح ما أتوقع لأن هم لهم حرية الخيار وجايبين خيال عالمي دي سوزا فشغال معاهم في الاسطبل فعادي يعني انهم يغيروا ولا يعني هم لهم يعني اللي يبغونه هم انا ماني مرتبط معاهم كرسمي اقول لك مو مرتبط معاهم بس يعني
عواجل انت تعرف ان انت فارس مرتجح اكيد لما ما بيكلمونك عنه يعني انا لو مكانك بحس انه يعني والله انا والله شيء عادي جدا عادي مره جدا عادي لان انا ماني مرتبط مع الاسطبل ولا هم حريه الخيار رزقي باخذه والله يوفقهم مو زعلانين يعني لا والله مو زعلان ولا حتى انا مو زعلان ولا حسيت انه ما زعلوا من اخر كلام قلته عن مرتجح تعرف مرتجح وايد غالي عليه لا شوف لو انت ما قلت له صدق شوف 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 لو انهم زعلانين ما كلموني على دريف وكلموني على الخير على قريت يوم كسم الكاس ما تقارن دريبو ومرتجح لا انا ما تقارن دريبو اللي بيركض اليوم مع مرتجح اللي بيركض بس لو زعلانين ما كلموك ما بوكر تركب عند الاحمر صح ولا لا بس مو زعلانين بس ممكن بيغيرون شان صعب بس ليش عادل فضل انا المقصود على هواه بس وممدوح العلي سنابي والغنام سنابي يا خويه الغنام يبي نوم ساعه اليوم ها يبي نوم ساعه الله يوفقه ان شاء الله ويسر يقدر على المقصود انا اخر سبق جدا عجبني غير انه بسم الله عليه يعني كسب اللي جاب زمن كويس عصام بسم الله عليه سبق لي الاخير افضل من سبق لي قبل يعني سبق لي قبل يلا يلا يجي معي سبق الاخير لا بسم الله عليه هو اللي ساحبني من 600 على 800 هو اللي جاي فحصان بسم الله عليه يعني زايد وتوه يعني 4 سنوات بعز شبابه انا غفلت عنه لكن انت ذكرتني الله يجزاك خير انا اقول من الخيل اللي مرشحه اليوم تقول له كلمه يقول له كلمه خيل قوي قوي يا صالح وش تبي توصل له خيل قوي خيل قوي اي قوي خيل عنيف وميكينج ميركلز عطانا فرصه نشوف عنف او قوه او منافسه او حتى نشوف أنا المقصود إيش صار معاه؟ هنا ميكي ميراكلس صانع المعجزات صانع الانتصارات إن شاء الله إنه نصيب الفوز إن شاء الله صدق عاجل؟ إي والله شلون نقدر نقول كذي؟ والله لك الحمد شنو الأشياء اللي لازم نفكر فيها عشان نقول كذي؟ سألت هالسؤال لأني كنت مترددة وبالفعل هذا اللي صار دريف وجه ثاني يستاهلون ما شاء الله لا عادل اخوي ويركب عندي ويركب والله يوفقك تفضلت انا المقصود والله كان زين والله كان صح بس الحمد لله ما كنت انا وش اللي اخذ منه اليوم والله بس ممكن ضربه الاسترد لان فمه كله دم صح ضرب الاسترد الله فممكن هذه الاشكاليه بس لا انا المقصود يعني لو ما ضرب الاسترد ممكن نشوف غير اليوم ممكن ان شاء الله اسوي نتيجه كويسه انا موترني هالسؤال شوي يعني فواز كان يقول نوتيشن ما في تشانس اركتك ساوند ما في تشانس لا انا اتوقع اركتك ساوند ممكن افضل من نوتيشن لان انت قلت لي ان اخر سباق اللي كان المفروض تشارك فيه نوتيشن في شوط ابلينا كان يعني شوط مش ولا بد فلما انت تتوقع كذي من نوتيشن في شوط في ابلينا معناته اليوم نوتيشن المفروض يكون مستواها غير نوتيشن الله يبارك فيها فرص معيار ثقيل يعني فرص ان شاء الله بيصير لها شان في الميدان السوي فرص ممتازة ما عليها من الحصن بس أنا أقول لك ممكن العرض الصحي هذا ممكن يأثر عليها أداءها اليوم لكن لأن نوتيشن ما شفناها في ما شفنا إلا سبق مع فراس وسبق الأخير ما ركضت صح بالضبط فركض ساوند ركض مع نفس الخيل هذه وسوى نتائج كويسة عواطف بس تدعين لها المرة يمكن تصيب خلاص خلصت دعواتي وانا ادعي لك فواز بس هالمرة اخر كل اسبوع دعاء نوزع الدعوات على حد غير اليوم انا بودي حق قادم الامير سعود بن سلمان بن عبد العزيز نحن كنا ننتظره في كاست البحرين الدولي بس ما شفناه بس ان انت يعني دخله في هاي الكاست معناته اليوم قادر مفروض يكون اجهز من الجاهز ولا لا الله يوفقه بس انا ما اتوقع قادر اليوم والله ما تدري يا طويل لا بالله ما انا ماشي للمترشحات ابد لا هي ما تعرف مشكله هاي السندكيت الرفقه دي في وايد ناس لا ان شاء الله اذا فوز قادر اليوم بعلن عنهم كلهم لا لان الله يسلمك اليوم مو هو الهدف الاساسي ماله طبعا عنده عزومه حق الانفيتيشن حق ساودي كاب دي بالضبط الهانديكاب فيصير عندك 2 سلوت وهو اي بصير عقب تقريبا شهر من اليوم فطبعا اول سباق له من فتره طويله وعلى الرمله الثقيله ما راح يكون يعني فت 100% يعني من الحين اتراجع عن قادر شلون تراجع؟ شلون اتراجع؟ كنت اعرف انه اول مره تجتمع خيل بهالريتات فشوط الجبابره حريقه من اول الى اخره في خيل 94
ما قدرت تاخذ لها يعني كرسي في فاللي يدلك ان الشوط هذا بطل. وكنت عارف ان كل حصان موجود يستحق الذكر بس 75% من الخطط اللي بالبلايين بعد انطلاقه الخيل تتغير. بس لو كنا نعرف ان ميكينج ميركلز هذه اللي بيسويه كان ما سالنا لا عن خطط ولا عن اي شيء غير. هنا المنعطف الأخير، هنا يا ملاك تحركت المشاهدين الكرام، هنا الإثارة، هنا ميكين ميراكلوس صانع المعجزات، صانع الانتصارات، يوسع الفارق ويبتعد بشعار سمو الأمير سعود بن سلمان. هنا المطاردة تأتي مشاهدين الكرام من دريفيو، أيضا المطارد لميكين ميراكلوس، هنا يبتعد بالصدارة بشعار أبو سلمان، بشعار أبو سلمان يظهر ويبان مشاهدينا الكرام. هنا الانتصار، هنا الندية، هنا الإثارة. أي مشاهدينا الكرام، ألف مبروك. Making miracles يعني صانع المعجزات. معجزة اللي صار في الشوط أو لا، معجزة إنه تدرون هالحصان معجزة وخلاص. What is this? Racing. No, he's amazing horse. From another world. He's amazing horse. Yeah? That's all. Allah yastar alayh. Right? Yeah, right. What did you do with the other horses? You know, you just let them go and that was too easy for him. Well, he's not just great. He's in another level. No one can compete him. Say like the finish, mashallah. اليوم اثبت انه مستوى يعني مراحل اعلى من الخيل الموجود. الحمد لله مراحل. الحمد لله يعني الحصان توني اقول قبل شوي يعني ما شاء الله يعني هو وامبلم رود وحتى جريسكوت انا شفنا هي الثلاثه اللي ما شاء الله فارقه في الموسم يعني بدون قصور في الخيل المستورد الثانيه هي الثلاثه الفارقه مسؤول عليها راح يكون ترى ما شاء الله اخر 150 متر ما قال يلعب مع الخيل الحمد لله الله يستر عليه ما شاء الله يعني الأمير صراحة اللي سواه نعجز إن إحنا نوصله مقارنة بالخيل الثاني. الحمد لله. قلت لي من قبل إن أنت ما تفكر في القصة السعودية تو الناس أحب مو تو الناس. عندك وركتين. إن شاء الله عندنا إن شاء الله مكن وعندنا إن شاء الله دمروب. الله. وإن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله بتكون عندنا مشاركات في دبي. إن شاء الله. واليوم ما كان بس هذا المهم، لأن اليوم كان يعني مهم بالنسبة لك خصيصاً، لأن يمكن اليوم شفنا أشياء ما كانت موجودة في النسخ الثانية. أوكي، الجوائز مختلفة، أول مرة نشوف كاس مفتوح، رفعتوا كل القيود. يعني اليوم الأشياء اللي شفناها في كاس الملك مختلفة عن أي سنة، فأنا عارف إن هي كانت وايد مهمة بالنسبة لك إن أنت تشوفها قدام عيونك. هي في الحقيقة هي الخطوة الأولى. إحنا عندنا توجيه وتكليف من القيادة مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أن تكون سباقات المملكة بمصاف دول في المجموعة الأولى، وهذا يحتم علينا فتح الكثير من أشواط المملكة العربية السعودية دوليا وإقليميا طبعا. فهي مجرد خطوة أولى. أعتقد اللي حتشوفيه في المواسم القادمة، وأنا أنظر منظار موسم كامل وليس أشواط معين، لأنك لازم تبنين القاعدة بطريقة سليمة، جزء منها كوادر بشرية، الجزء الآخر مستوى الجوائز المقدمة. وأعتقد أنه القيادة ما قصرت معنا في هالناحية، وفي خير كمان جاي إن شاء الله في المستقبل. كل موسم نقيم الأخطاء، الأشياء اللي تمت في المواسم اللي قبلها ونحاول نتوافاها، فأتوقع أن كل موسم حيكون في نقلة. أنا ما تتخيلي سعادتي اليوم لما أشوف يعني الخيل السعودية تمثل المملكة العربية السعودية على أكمل وجه، فأعلى حصان تقييم في المملكة العربية السعودية في مصاف الخيل اللي موجودة في الخارج، وأيضا اليوم الحصان اللي فاز في كأس الملك هو حصان دولي بكل المعايير. فسعيد سعيد جدا بهذا الإنجاز، وبارك للإخوان الملاك
وأخص بالذكر اسمه الأمير سعود بن سلمان، حقيقة يعني رجل فاجأني أنا شخصيا بهدوءه واستراتيجيته واختياره للجياد بشكل دقيق. أجاول كل هاي المعارضة أبداً، وأنا أعتقد أن الأمير سعود إن شاء الله إذا استمر بالطريقة اللي هو يدير فيها برنامجه الآن فإحنا حنقدم شخص آخر للسباقات الدولية بحول الله. صح، شوف نقطة أن الأشواق تكون مفتوحة سموك ترى نقطة جداً حساسة خصوصاً حق مجتمع الخيل، خصوصاً حق السعوديين في أنهم يكون عندهم تردد أنه لو كانت الأشواق مفتوحة فرصتنا وين، بس اللي قاعدين نشوفه مختلف تماماً. هذا صحيح، وبعدين لاحظي أنه التردد كان في الماضي لكل شيء. صح. يعني للرفع الريت، فتح الخيل أنها تجي بدون قيود، لوقفة البيوت والليزكس كلها كان في نوع من التردد. طبعا لما فتح الأشواط دوليا كان في تردد، بس أعتقد أنه شافوا أنه مستوى الجياد المشاركة هنا في المملكة العربية السعودية تستطيع أن تنافس إقليميا ودوليا، وأنا على يقين أنه في الثلاث أربع سنوات القادمة حتبدأ تشوف في تحول جذري في نوعية الخيل المشاركة، لأنه اللي بتشوفيه اليوم وتخطيط الملاك اليوم ما حيطلع لا في الموسم الجاي ولا اللي بعده. احنا شفنا وأظن بعد بنشوف أكثر، بنشوف أكثر كل موسم إن شاء الله. كثر كل موسم، كثر كل شيء، كثر الكلام اللي كنا نقدر نقوله وما قلناه، كثر كل موضوع لحين على بالنا بس ما ناقشناه، ترى موضوع ناري اللي يقول عنه، كثر كل سؤال وجواب ورد وصد وبعد. الناس ينتظرون الردود وانا معطلة المواضيع يمكن كم اسبوع. في النهاية كل شيء مهم، حتى المو مهم في له وجه، في النهاية بتتفاجأ شلون يكون. والله شيء يهدي في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل.